اجيب لحضرتك ايه؟ في صباح الخير؟ ما انا كنت عايزه اقول صباح الخير واشكر حضرتك على يوم ما انت وصلت لولا، بس خفت لا ترجع تقول لي امرك ما يخصنيش. واضح انك لسه واخده على خاطري. انا كمان يوميا كنت عايز اشكرك، اصل اتدخلت وانا حاطط ايدي على قلبي لا تحرجيني زي النوبه اللي قبليها. يا ست قدري ان دي قصاد دي. اعتبر نفسنا خالصين؟ يعني لو مش خالصين فانت عندك مشكله كبيره. ده انت وانت في التياتر كنت مضطره تستحملي وجودي ساعه ولا اتنين. هنا هتضطري تستحملي وجودي كل يوم. انا ساكن جنبكم هنا. باجي هنا يوميا. الاحسن تقبلي اعتذاري. والا هتلاقي نفسك مكشره طول اليوم. وصفية ما بتحبش الوش الكشر. اجيب لحضرتك ايه؟ شاي بطرطة تفاح. طلبك حاضر مع انك جاي النهارده متاخر. كريمه من فضلك ممكن تحاسبي الترابيزه اللي جوه؟ عن اذنكم. ميرسي. شاطره ونبيهه وشها بشوش. متشكره على الهديه دي قوي يا كريم. شكلها اصلها طيب، بس واضح انها مرت بظروف صعبه. لو انت معتبرها هديه فانت والشغلانه دي بالنسبه لها نجده من السماء. يمكن تقرب لها او تقرب لجوزها، بس الاكيد هي مش من هنا. تلاقيها من معارفها في اسكندريه. بس مبين عليها طيوبه كتير. وهي الحدايه الطليانيه هتحدف كتاكيت.